اهلا بيكم في قناة ايمي يومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الوصفات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل البريجاديرو البرازيلي. هو حاجة شبه الترافلز كده بس مختلف شوية في المكونات وفي الطعم. هو عبارة عن كرات شوكولاتة طرية كده وبتدوب في البق. هو بيتقدم بقطع كده صغيرة زي ما احنا شايفين علشان هو تقيل، يعني ما نقدرش ان احنا ناكل منه كمية كبيرة، ممكن احنا ناخد واحدة اتنين كتير. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنحتاج 790 جرام حليب مكثف محلى، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو بطريقة عمل الحليب المكثف في البيت. هخلط معاهم 80 جرام كاكاو بودرة. في آخر الفيديو هجمع لكم المقادير بالجرام وبالكوباية. هدوب الكاكاو في الحليب المكثف عشان ما يبقاش فيه أجزاء مكلكعة من الكاكاو. هحط عليهم 30 جرام كريمة، أي نوع كريمة ممكن نستعمل في الوصفة دي. وعندي كمان 16 جرام من الزبدة، وهاخد الخليط بتاعي واحطه على النار وهفضل اقلب فيه باستمرار علشان انا محتاجة ان اوصل لمرحلة بعد الغليان كمان، ونفضل نقلب فيه ونتأكد ان احنا بناخد من تحت خالص لفوق كده، وبنقلب كل الخليط كويس علشان هو قوامه تقيل شوية، فممكن ان احنا ما ناخدش بالنا ان في اجزاء لزقت في جوانب الحلة واحنا مش واخدين بالنا. اول ما الخليط يغلي هنزل بقى بمية جرام شوكولاته باللبن. احنا بنعادل الموضوع شويه، ان الكاكاو خام فالشوكولاته تبقى مسكره علشان في الاخر يبقى الاجمالي حلو. هفضل اقلب كده لغايه ما الشوكولاته تدوب معانا خالص، وهنستنى كمان ان الخليط يغلي، وبعد ما يغلي هنفضل نقلب فيه لغاية ما نوصل لمرحلة معينة هنشوفها مع بعض. انا عايزة القوام يبقى تقيل كده، افضل اقلب يعني كأن الشوكولاتة دايبة، يعني كأنه قوام شوكولاتة دهن زي ما احنا شايفين كده. لما اجي اعمل فاصل كده
السباتولا مش بلاقي الخليط سال على طول، لا بياخد وقت شوية عقبال ما ينزل. هي دي المرحلة احنا عايزين نوصل لها، هي تاخد وقت شوية يعني، هيفضل على النار مدة نفضل نقلب فيه باستمرار كده لغاية ما نوصل للوقت ده، ما نستعجلش عليه يعني، اهم حاجة بس ان احنا ما يتحرقش مننا لغاية ما نوصل بس للقوام اللي احنا عايزينه ده، وبعدين نطفي عليه ونحطه في طبق خارجي ونغطيه كويس جدا بالستريتش، بحيث ان ما يبقاش فيه اي اجزاء ملامسة للهواء ولا فيه اي اجزاء فيها فراغات ما بين الستريتش والبرجاديرو نفسه. اقفل عليه كويس واسيبه لغاية ما يبرد تماما. زي ما احنا شايفين بعد ما برد بقى جامد، وشايفين بطلع منه جزء بالمعلقة ازاي، هو احنا مش هنعرف نشتغل بيه غير لما يكون وصل للمرحلة دي. احنا ناخد بقى جزء بالمعلقة كده، نحاول ان احنا نعرف المعيار اللي هنستعمله عشان الكور كلها تطلع قد بعض، سواء هنستخدم معلقة او معلقتين صغيرين، وابتدي ان انا يعني احاول كده اطريه بدرجة حرارة ايدي كده واعجنه لغاية ما يطرى معايا وتبقى عجنته لينة. بعدين هكوره بحيث تبقى كورة ملسة، وهزينه بالفرماسيل الملون، او ممكن احنا نغطيه بالكاكاو او بشوكولاتة بيضة مبشورة، شوكولاتة غامقة مبشورة، ممكن نغطيه بجوز الهند، ممكن احنا نزينه باي حاجة احنا حابينها. هو ليه طرق كتير قوي للتزيين، وفي انواع كتير قوي من البروجاديرو واطعام مختلفة، مش بس اللي هو الشوكولاتة السادة اللي احنا عملناه دلوقتي. لو حابين ان احنا نعمل انواع مختلفة تانية من البروجاديرو اكتبولي كومنت، وانا ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو بطرق مختلفة للبروجاديرو. هكرر نفس الخطوات تاني، وهاخد الكمية بتاعتي وهطريها، احاول وانا بكوره كده ان انا استخدم بطن ايدي كده من النص علشان تطلع الكرة ملسة وتكون متساوية كده، واحدة شكل كروي منتظم، ما تكونش بيضاوية، لو استعملنا الصوابع مش تطلع مظبوطة قوي. وهزينها برضو بنفس الطريقة، نقلبها كده في الفرماسيل لغاية ما كل الأجزاء تتغطى، وهكمل الباقي بنفس الطريقة. أنا هنا استعملت فرماسيل ألوان مختلفة علشان هستعمله في تزيين تورته كده، هعملها الوان كتير، لكن زي ما قلنا احنا ممكن نستعمل حاجات كتير قوي في تزيينه. الكميه اللي انا عملتها دي عملت معايا 26 قطعه. اللي حابب يقلل الكميه ممكن نعمل نص المقادير اللي احنا استعملناها وبس كده، نحطه بقى في الثلاجه ويبقى جاهز معانا للتقديم في اي وقت. وياريت تجربوه وتكتبوا لي تعليق، ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده.